السلام عليكم، معكم دكتور سليم محمود قريطم. لو عندك نقص في فيتامين ب12، لو انت عندك التهابات في الاعصاب، لو زهقت من الحقن، ما بتحبش الحقن او الحبوب، وعايز حاجة سريعة تعوض لك النقص في فيتامين ب12، النهاردة جبنا لكم فيتامين ب12 على هيئة بخاخ. ايوه، على هيئة بخاخ، هيبقى سريع المفعول وهيقعد فترة طويلة في جسمك، ومش هتحس بشكة الإبرة أو تقول الحباية وجعت معدتي، لا، إن احنا معانا بخاخ هيروح على طول على الدم على طول مباشرة. معانا النهاردة نازو سيانو كوبالامين بخاخ. زي ما حضراتكم شايفين البخاخ ده، إيه الميزة اللي فيه؟ طبعا الميزه اللي فيه ان احنا مش هناخد حقن او مش هناخد حبوب، لا، ده هو بخه في الانف بس كده، هيوصل لي الماده الفعاله من فيتامين ب12 السيانوكوبالامين للدم على طول مباشره بدون ما تعدي على الجهاز الهضمي. طيب هو اصلا فوائد السيانوكوبالامين ايه؟ انه بيعالج النقص في فيتامين ب12 بوجه عام، نقص فيتامين ب12 نتيجة التهابات في الأعصاب، نتيجة مرض السكر وغيره. كمان الناس اللي هم عندهم عملوا مشاكل في عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، نتيجة عملوا مثلا عملية تكميم معدة أو عملوا تحويل مسار، بيبقى عندهم مشكلة في امتصاص فيتامين ب12، البخاخ ده هيساعدهم مساعدة كبيرة. كمان بيستخدم لحالات فقر الدم، وخاصة فقر الدم الخبيث اللي محتاج ادي كمان حديد ودي معاه فيتامين ب12، فده هيكون سريع جدا وسريع المفعول. البخاخ ده زي ما حضراتكم شايفين اهو، انا اصلا مركبه وحطه، البخاخ ده بنشيل المبسم كده وبنحط بخه واحده بس في اي فتحه انف، يعني هنحط هنا او نحط هنا مرة واحدة في الأسبوع. البخة دي هتوصل لي 500 مايكرو، البخة دي هتوصل لي 500 مايكرو، أنتوا متخيلين؟ في الأسبوع. طيب البخاخ ده هل يأثر على المعدة؟ تأثيره على المعدة ضعيف جدا، مش هيعمل تعب في المعدة، مش هيعمل تعب في الأمعاء خالص، حتى ممكن يعمل اقصى اعراضه الجانبيه شويه صداع شويه اسهال خفيف. كمان عايز انبه لحاجه، الناس اللي عندهم نقص في مستوى البوتاسيوم بلاش يستعملوا البخاخ ده، استعمله في الحمل والرضاعه مفيش مشكله منه، بس يفضل استشاره الطبيب المختص. تمام. البخاخ ده يا ريت نستمر عليه فتره شهر، يا ريت نستمر على البخاخ ده فتره شهر، او ممكن تزيد لشهرين وبيبقى تحت اشراف برضو الاطباء. البخاخ ده المشكله الوحيده اللي فيه هو سعره، سعره بس غالي شويه حبتين، 55.5. البخاخ ده متميز وفعال. طيب حاجه اقول انا استعمله قبل الاكل يا دكتور ولا بعد الاكل؟ هقول لك يا سيدي، هستعمله على معده فاضيه، يعني يا اما قبل الفطار بساعه، يا اما استعملته انا حطيت بخه في الانف استعمله وكلت بعد الاكل بساعه، بس بعد الفطار بساعه مثلا، وقلنا مش كل يوم، البخاخ ده مره واحده في الاسبوع بس. تمام. طيب يا دكتور لو جالي برد او جالي نزلات برد او عطس او رشح، يفضل اثناء الرشح والبرد ما نستخدمش البخاخ في الحالة دي، ممكن انقل لو محتاج الجرعة بتاعت فيتامين ب12، ممكن انقل على حقن او حبوب لغاية ما ينتظر البرد وارجع تاني للبخاخ. البخاخ ده متوافر في كل الصيدليات، البخاخ ده متميز وفعال وفعلا بيجيب نتائج متميزة جدا. قلنا مع الناس اللي عندهم نقص فيتامين ب12 نتيجة التهابات الاعصاب وخاصة مرضى السكر، كمان الناس اللي عندهم نقص فيتامين ب12 نتيجة فقر الدم الأنيميا، نتيجة الأنيميا الفقر الدم الخبيث، أو نتيجة محتاجين أنيميا نقص في الحديد ومحتاجين معاه نزوده فيتامين ب12، ممكن استعمل فيتامين ب12. كمان الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي،
مش عارفين يمتصوا فيتامين ب12 بصوره مش عارفين يمتصوا فيتامين ب12 بصوره كويسه، فاستعمل البخاخ ده، لان خاصه عندهم اللي عاملين تكميم معده او عاملين تحويل مسار، فيتامين ب12 ما بيروحش الدم بطريقه كويسه، فعشان كده البخاخ ده افضل وسيله ليهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.